بمناسبة تخليد الذكرى 68 لعهد الاستقلال، أشرف عامل إقليم مكناس على تدشين عدد من المشاريع الاجتماعية والرياضية، ويتعلق الأمر بملعب لكرة القدم بالعشب الاصطناعي ومركز للتفتح خاص بالشباب. اليوم احنا حاضرين في التدشين والانطلاق اعمال بناء ديال سونتر ديبانويسمون دي جون، اللي هو غيكون شيء فريد من نوعه على الصعيد الوطني، ونتمناو ان المدن الاخرى تاهي تحدو هادشي اللي غنديرو حنايا. فيه دي سال دو دونس، فيه سال دو تياتر كوفيرت، فيه سال دو ميوزيك، ستوديو، داكشي اللي تيحتاجو الشباب ديال المغرب في هاد الألفية هذه. عامل الإقليم أشرف أيضا على إعطاء الانطلاقة لمشروع تهيئة الطريق الإقليمية على مستوى مركز الحاج قدور، وهو مشروع يأتي في إطار شراكة تجمع مجلس عمالة مكناس بالمديرية الإقليمية للتجهيز. احنا نتواجد في هذا المكان لانطلاق أشغال الطريق الإقليمية 70-58 اللي تدخل في البرنامج، البرنامج كما كتشوف هنا في البرنامج في إطار الاتفاقية الشراكة لتأهيل المحاور الطرقية لمدينة مكناس. هذا البرنامج يحتوي على 59 كيلومتر بكلفة حوالي 390 مليون درهم. يشار أن الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع بلغ ما مجموعه 15 مليون درهم.